نعم. قال ولا تستقصوا، لا تنسوا الفضل ولا تستقصوا. هذه مشكلة الآن، سواء بين الزوجين أو بين الأصدقاء أو بين طلاب العلم، ما يصلح الاستقصاء. يجلس مع صاحبه تذكر لما قلت لي العام الماضي، وتذكر قبل 6 شهور ماذا قلت، ويعد بأصابعه، وتذكر الشهر الماضي ماذا فعلت، وذاكرته تحفظ أشياء كثيرة يعددها بالأيام والتواريخ، وتذكر وأنا أصبر عليك وأنا أفعل وأنا أفعل وأنت كذا. هذا الاستقصاء ما يصلح، كل هذا يترك. يكون الإنسان قلبها كبير، قلبها محسن، يكون قلبه محسن، ما يستقصي. إذا استقصى تعب وأتعب من حوله، يتعب هو في نفسه وأيضا من حوله يتعبون معه. وإذا كان في المرات الفائتة مثلا أخطأ زميله عليه وعفى عنه، يمن عليه بالعفو بعضهم، وأنا سامحتك في المرة الأولى وسامحتك في كذا وفعلت في كذا، ده كله استقصى. هذا استقصى ما يصلح. الإحسان رتبة عالية، ولهذا لما نقرأ بمثل هذه الأحاديث نحاول أن ننهض بقلوبنا، يعني إذا كان عندنا ثغرات خاطئة في الإحسان ما نبقى عليها. إذا ما فائدة التعلم؟ ما نبقى عليها، نحاول أن نرتقي، نرتقي ونستفيد من التعلم، وننهض بأنفسنا النهوض العظيم بالأخلاق حتى تكون أحسن الأخلاق. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نعم.